السلام عليكم، مرحبا بكم معنا توجور في اثاث ثقه. اثاث ثقه كما وعدتكم ان شاء الله رانا توجور نتبعوا معكم في الكومود كما انتم تتبعونا، حنا رانا نتبعوا فيكم. ديك اليوم تاعنا دوونا بزاف صوالح وهما لي طابل باز. لي طابل باز عندنا بليزيور موديل، رانا درنا فيهم تخفيضات كما يقول لك بسومه مغريه جدا، وعندنا لي موديل اللي ما كاش كما يقول لك في المارشي. تفضلوا معنا نقول لكم لي موديل ان شاء الله وتعرفوا اسمو. عندي طابل باز هذه في الروم، هذه طابل باز فروا بها بولادها، ولكن ما تدخل يما بها بعرايسها. طب الباز هذه حاجه في الشباب، هذه طب الباز رانا دايرينها سومه معقوله وحاجه شابه. عندنا مام طب الجيكون تاعو حيشبهوا بنا، دوك تشوفوا معنا دوكم طب الجيكون تاعو. تفضل معايا نوري لك في اون لايف في برا لي طب الباز اللي كاين. طب الباز إيكراك، طب الباز إيكراك حاجه في الشباب، لو اتر ماسيف برومي شوا حاجه في لاكار. والله ندير لهم كاس سوبر مغريه. زيد لك طابل باز هاديه، عندها طابل باز هاديه في النوفو ديكوري حاجه شابه. كل طابله دوك نديروا لها السعر تاعها. هاي طابل باز في الشباب، والبوا تاعهم خليل بوا اتر ماسيف. عندي حتى بلا كرينمو، هاي ديك توجور حنايا انا اللي غنعطي لك بلا كرينمو السومه. روح تشوف اسمو السلعه. طب الباز هذه ثاني في الشباب حاجه شابه، هذه بي غازا اللي عيطولها، هذه طب الباز بي غازا توجور فيها الزجاج لو اتر ماسيف في المشوا. متابعي تاعنا توجور تفضلوا معنا نزور لكم طب الباز. عندنا بليزير حنا في اثاث ثقه، في محلات اثاث ثقه. هي الفائده تاعنا كي تزورونا وكي تتابعونا في الصفحه، تابعونا تكثروا الشام. مرحبا بكم توجور معنا في اثاث ثقه. اللي فيها رود تحت خالد، فيها رود هذه ها، لي باسمون تاعها خفيفه والسعر تاعها تسالوه تحت. السعر تاعها راه في المتناول، راه في المتناول. توجور ثاني هذه نعيطوا لها البابور، طاب الباص بابور. زيد شوف هنايا طاب الباز هادي كاع بالبوا، اتر ماسيف برومي شوا حاجة في الشباب، حاجة في الخشين وفي الثقيل. شري حاجة في الثقيل ماشي في الاتر كرطوني ولا هذا الاتر لو بوا. جوزو معنا توجور معنا في اثاث ثقة، مرحبا بكم. عاد طاب الباز هادو ثاني نوفو موديل ثاني، عندنا بها وكاينة كبيرة وكاينة صغيرة تاعها. اللي عنده الضيق عندي صغيره تاعها وهذه كبيره، هذه حاجه في الشباب كبيره تاعها حاجه في لاكار اتر ماسيف توجو. هاي عندي هذه في الايكراك صغيره، هذه في الايكراك كما شفتوها كبيره الاولى، هذه الصغيره ديالها. وعندنا هذه هاي ديك صغيره ثاني كما قلنا لكم. محلات اثاث ثقه توجور راهي في متناول الجميع، راهينا نعاونوا في الغاشي. مرحبا بكم عندنا في اثاث ثقه، كثرونا من الجام، بارطاجيو وخلي لافامي يشوفوا. سلام.